رأينا الكثير من الأفلام لحيوانات في صراع، ولكن هل رأينا في الواقع حيوانات تحب بعضها؟ اليوم سنعرض فيديو لحيوانات أنقذت حيوانات أخرى، وربما تجعلك هذه المشاهد القادمة لا تستطيع إمساك دموعك من المشاعر التي تحب الحيوانات بعضها بها. واحد، في هذا المقطع نرى أحد الكلاب وهو يقوم بإنقاذ صغير الغزال من الغرق في الماء في مشهد بطولي للكلب لمحاولة إنقاذه من الماء، ويخرج سويا من المياه ويحاول الكلب إنعاش الغزال الصغير. 2، ستنصدم عندما ترى هذا الفيديو للأسد وهو يحاول إنقاذ الفريسة، وهي عبارة عن حيوان ضعيف من أسد آخر، والغريب أن الأسد من الحيوانات المفترسة جدا ولديه رغبة دائما للقتل والالتهام حتى وإن كان غير جائع، ولكن سبحان الله عندما يضع في هذه الكائنات المفترسة مشاعر الطيبة والحب. 3، جميعنا عندما نرى أطفالنا في خطر نفعل ما في أيدينا لإنقاذهم من الخطر، ولكن فرس النهر فعل هذا التصرف الإنساني مع صغير الحمار الوحشي وقام بإنقاذه من أن يكون فريسة لأحد التماسيح في المياه. 4، في هذا الفيديو نرى صورا أخرى من إنقاذ الحيوانات لبعضها، فهذا الدب قام بإنقاذ أحد الطيور الغارقة في المياه وأمسكه ببطء وهدوء، وكأنه على علم أنه كائن رقيق ويجب أن يعامله بمنتهى الهدوء، حتى أخرجه من المياه لتركه في فرصة أخرى للحياة. 5، كيو كاك في الهند. اثنان من صغار الكلاب سقطا في أحد الآبار الفارغة في إحدى الحوادث، وبعد محاولات كثيرة لإنقاذ الكلبين من البئر نزل أحد الأشخاص إلى قاع البئر ليجد أمرا لا يمكن أن يصدقه عقل، هو أن أحد الثعابين من فصيلة الكوبرا الخطيرة قام بحرازة الكلبين من أي خطر حتى تأتي المساعدة. أحيانا يكون للحيوانات مشاعر أحن من مشاعر الإنسان تجاه أخيه الإنسان. وفي نهاية الفيديو نتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم، ولكن لا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لدعمنا لإنتاج المزيد من الفيديوهات، وأيضا ليصلكم كل ما هو جديد لدينا، وشكرا للمتابعة.